مهم جدا أن نقف وقفة حقيقية، وقفة ضد عمائم التفاهة، ووقفة ضد رواديد وشعراء التفاهة. الآن حتى في جانب الشعائر هناك مشروع لتتفيه الشعائر. تجي في السابق تسمع قصيدة، تشوف شلون الأبيات مؤثرة تهز من الأعماق، وتشوف كيف الرادود يقراها بخشوع بحيث لعل البكاء يكون في القصيدة أكثر من النعي. أنا أعرف بعض الناس تشيعوا ببركة قصائد يا حسين بضمايرنا لليوم. واحد يسمع جابر يا جابر ما دريت، تهزك من الأعماق. رواديدنا العظماء الذين كانوا اليوم أيضا هذا الجانب المشرق في المذهب الشعائر الحسينية أيضا أرادوا دفعه نحو التفاهة. مجلس اللطم الذي نحن نقول تحضره الزهراء ويحضرها للبيت أصبح مجلس للقفز والرقص، ابدأ من الردود يتمايل كأنه مطرد، أصلا ابدأ من شكل الردود الهيئة. بعض الرواديد الهيئة، بعض لا أعم، ها الهيئة الرجولية فقدت منه بعد ناعم نعومة الأنثى، وصولا لمن معه على وصولا لللطامة. أول كان لطم بكاء حزن خشوع، الآن قفز ومناططة ومناقزة وحركات ما أنزل الله بها من سلطان. الآن بعض المجالس ما أحب أسمي الألوان، الإضاءة والحركات والصوت ديسكو، ما في فرق ديسكو. لو تأتي شخص ما يعرف شيء أو يقول هذا ديسكو، هذا تكنو ميوزك أو دي جي، هذا الذي يحصل. اليوم هناك حملة ممنهجة مدفوعة ممولة لتتفيه شعائر، وقضية أبيات الغلو أيضا داخل، لأنه شنو الغلو؟ أساطير. تحول الإمام هذا الكائن البشري الذي يجسد القيم الإنسانية إلى كائن أسطوري، إلى إله يمشي على قدمه، هذا الغلو. هذا خطر، والخطر الأكبر أن هؤلاء أصبحوا يستهدفون الشريحة الأكبر في المجتمع، المراهقين والشباب، ومجالس الدمعة ومجالس الوقار ومجالس الحزن بدأت تضيع. مهم جدا أن نقف وقفة حقيقية، وقفة ضد عمائم التفاهة، ووقفة ضد رواديد وشعراء التفاهة. مهم لنحفظ هيبة الشعائر. أنا أخجل، أنا بعض الأحيان أشوف مجالس والله أخجل، حقيقة أخجل، منظر مخجل، لا علاقة له بالحزن ولا بالجزع. أنا أعتقد أن هذه قضية ليست عبثية، هي قضية مدفوعة، وتبين مشكلة حصلت قبل فترة أن هناك شبكات مترابطة وتعمل على ترسيخ هذه القضية. المرجعية العليا لم تذكر كبيرة ولا صغيرة إلا تحدثت عنها. السيد السيستاني حفظه الله في الوصايا التي قدمها لخطباء المنبر تحدث عن الشعر، حذر من الغلو، حذر من كل شيء من شأنه أن يشين العزاء الحسيني. ونحن على مشارف الموسم الحسيني وكل العالم يشاهد عاشوراء وكربلاء، نحتاج وقفة حقيقية أمام هذه السلوكيات.